عزيزي الحاج، بارك الله لك حجك وتقبل سعيك. نضع بين يديك طريقة الحج وأركانه. أولاً، عليك الاغتسال والإحرام، ومن ثم النية للحج والبدء بالتلبية للمتمتع والمقرن والمفرد على حد سواء. فإن كنت متمتعاً فعليك دون سواك طواف وسعي العمرة والتقصير والتحلل كاملاً. ومن ثم الإحرام بالحج من مكانك الذي أنت فيه. بعد ذلك قف بعرفة بعد صلاة الفجر، ومن ثم المبيت في مزدلفة بعد غروب الشمس، وبعدها توجه إلى منى. قم برمي جمرة العقبة وانحر هديا إذا كنت متمتعا أو مقرنا. بعد ذلك احلق أو قصر شعرك وقم بأداء طواف الإفاضة والسعي. بعدها يأتي المبيت في منى. ارمي الجمرات الثلاث ابتداء بالصغرى حتى الكبرى بعد الزوال، ومن ثم قم بطواف الوداع لتختم حجك. وتقبل الله طاعتكم وحجا مبرورا وسعيا مشكورا. تطبيق نور، دليلك في الحج والعمرة.